ركز معايا حياتي احلى ديك رومي، شوف الجمال والاناقة وبالهريسة. اطلع معايا اطلع معايا دايبة، بس ايش في قلبك في قلبك؟ اول شيء الجناح والوي دراعه زي كده كده بالخيط، نربطها بالطريقة هذه، نقلب بشكل بسيط، نحاول ايش نفتح الجلدة عن اللحمة. قشر الليمون مع شوية زبدة وشوية روزماري بشكل حنين. الان حنجي الجلد. ايوة ربطنا الحلوة وحشناها خضار، وهذا عصير البرتقال يا سيدي. نلحف الحلوة نغطيها وعلى فرن بحرارة عالية نوديها بعد ساعة نفتحه عشان يبدأ يتقمر. وهذا هو بعد ما طلع من الفرن 4 ساعات يا جماعة الخير. شوف التقميرة، بسم الله ما شاء الله، صلي على النبي صلي على النبي. هنا عندي صينية فريكة مع هريس كده نقسمينهم مع شوية خسات حلوين، نقول بسم الله ونرمي الحلوة هنا. الله، الآن تبي تعطرها زعتر ريحان كليل جبل بكيفك من شيف، زيدها طعم. ريحة ريحة. ونطبخ الصوص، شوف كيف نزل معانا تي أحلى ديك رومي. أوه في الصوص حقها.